دلوقتي وتبقى شيء عملي واضح وبيغير حياه بني ادم. الدكتور محمد عبد الغفار اعلن، هو رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه، اعلن انه في فريق طبي مصري بمعهد القلب القومي قدر انه يعمل تدخل جراحي. التدخل ده بيحصل لاول مره على المستوى المصري. ليه؟ علشان يشفي قلب شاب فلسطيني عنده 17 سنة عنده مشكلة ارتجاف بطيني بيؤدي لتوقف مفاجئ للقلب، وفي تدخل معين بيحصل لأنه في جهاز، على حسب ما أنا فاهم يعني، في جهاز هو اللي بيقدر يتنبأ بالموضوع ده. الجهاز ده ممكن يعطل، الجهاز ده ممكن يشتغل بشكل سليم. المهم أنه حصل تدخل جراحي النهاردة لإنقاذ هذا الشاب المواطن الفلسطيني. دكتور عزة قطة، رئيس الفريق الطبي ورئيس مجموعة كهرباء القلب في المعهد القومي للقلب، برحب بحضرتك معانا. مساء الخير حضرتك يا استاذ شريف. تحياتنا لحضرتك. احنا طول عمرنا نعرف حاجة اسمها الارتجاف البطيني، وانا سمعت عن الجهاز ده قبل كده. ايه اللي يخلي العملية دي بتتم لأول مرة في مصر؟ ايه اللافت فيها؟ هو بالنسبة للمريض هو عنده خلل جيني وراثي بيؤدي لحدوث لخلل كرات القلب اللي هو بتعمل الرجفان البطيني. أيوة. دي حاجه ممكن تحصل وراثيه، بحيث ان هو بقيه اسرته كان عندها نفس المرض وبيحصل لهم وفاه مفاجئه في سن صغير. ايوه. العلاج الاولي للقصه دي هو تركيب الجهاز زي ما حضرتك قلت كده بالظبط. الجهاز ده اسمه جهاز صدمات للقلب او قاطع ارتعاش زي ما احنا بنقولها، ان هو لما بيحصل الرجفان البطيني ده هو بيتدخل. لكن لو حصل بصوره متكرره فحضرتك تخيل بقى ان هو كل شويه عمال ياخد صدمه. فطبعا اولا دي من ناحيه مؤلمه بالنسبه للمريض لو هي بتحصل بصوره متكرره كتير، وفي نفس الوقت بتؤدي ان البطاريه تخلص وكل شويه يغير بطاريه، كل شويه يغير جهاز. دي البطاريه دي المفروض بتقعد سنين في الجهاز ده. المفروض بالظبط كده. طبعا على حسب استخدام المريض، بحيث ان هو كل سنه كل سنتين على حسب حالته. ايوه بالظبط كده، لكن لما تحصل بصوره متكرره فطبعا بتبقى حاجه مؤلمه البطاريه بتخلص بسرعه. بالظبط كده. اللي حصل مؤخرا السنه دي ان في ورقه بحثيه تمت ان هو ممكن كي البؤر الكهربيه اللي بتؤدي لحدوث الرجفان البطيني ده. الكلام ده طلع من ايطاليا، واحنا الحقيقه قمنا بتنفيذ نفس القصه في معهد القلب. يعني دي جراحه لعلاج، دي جراحه لعلاج الارتجاف ده والتخلي عن الجهاز. مش التخلي عنه بالظبط كده، لكن ان هو يشتغل، ان هو يعيش فترات طويله ما يحتاج لهاش المريض. فما يتعرضش للخلل ده يضطر الجهاز يتدخل. بالظبط كده. يقلل تدخل الجهاز. بالظبط كده، بالظبط كده. والبؤر الكهرباء. وده لاول مره بيتم على مستوى مصر كلها؟ بالظبط كده، بالظبط كده، على مستوى مصر ومنطقه الشرق الاوسط كلها والله، يعني كل البلاد العربيه المحيطه بينا. العمليه دي قعدت قد ايه؟ العمليه دي قعدت قد ايه يا فندم؟ بتقعد من 4 لـ5 ساعات. قبليها الدكتور محمد سعيد خبير واستشاري كهربيه القلب في معهد القلب، وده طبعا كان تحت اشراف الدكتور محمد عبد الهادي مدير معهد القلب، الدكتور محمد مصطفى زي ما حضرتك قلت. ايوه. هم اللي يعني لانها محتاجه تقنيه عاليه جدا. ايوه. اوضه قصاره ب الشاب الفلسطيني الجميل ده جه عندكم ازاي؟ الشاب الفلسطيني ده كان مركب بطاريه من قبل كده وكان خد منها صدمات كتير. الكلام ده تقريبا من شهر 5. ولما البطاريه خلصت جه عشان يركب بطاريه جديده. اللي حصل ان هو لما ركب البطاريه الجديده ابتدى يتعرض لرجفان بطيني تاني وعمال كل شويه بياخد صدمات. ايوه. كان لابد من التدخل لايقاف الصدمات دي بقى، ودي حاجه حديثه جدا جدا واول مره يتم نشرها. فحبينا ان احنا عندنا التقنيه متوفره بعد ما وفرها الدكتور محمد عبد الهادي والدكتور محمد مصطفى، ان هم يبقى عندنا جهاز التخطيط ثلاثي الابعاد عشان تقدري تعملي الكي ده. بالظبط كده، بالظبط كده. وعندنا الخبراء الدكتور محمد سعيد، فالحمد لله الحمد لله هي تمت بنجاح تحت تخدير كلي الحمد لله حوالي 4 ساعات ونص، وخرج بسلامه الله لحد دلوقتي ما خدش صدمات خالص وان شاء الله تتم. يعني هايل الحمد لله. كل ده كمان تاثير على رسم القلب كان هايل. دكتوره عزه، يعني انا بشكر حضرتك ومن خلالك ارجوك انك تنقلي الشكر ده لكل الفريق الطبي ولكل معهد القلب على اي خطوه جديده بتتم واي خطوه علاج بتحصل لمواطن سواء مصري او فلسطيني او اي حد بيلجا ل
مصر علشان يقدر يوصل للنوعية دي من العلاج. واشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.